مشاهدينا الكرام، كل التحية إلى حضراتكم، ونحن في هذه الوقفة وهذه الاستراحة لتناول طعام الإفطار، لكن الحقيقة الكل بيسعى في يعني ما يهمه. الحقيقة الأطفال اتخذوا مكانهم، وطبعا احنا معانا الفنان الكبير حكيم. كل سنة طيب وانت طيب، ربنا يخليك. كل سنة طيبين، كل سنة وكل سنة وانت طيب، كل سنة وحضرتك طيبة. طبعا النهاردة دي مناسبة الحقيقة، كل اللي موجودين فيها يعني أكيد زي ما هم بيشعروا بالسعادة، هم كمان بيقدموا خير كبير جدا ان هم يكونوا موجودين مع أبناء الشهداء. عايزة أعرف لما جات لك الدعوة الفنان حكيم انك تكون موجود في مناسبة خاصة جدا واحتفالية خاصة جدا في أول أيام عيد الفطر مع أسر الشهداء وأبناء الشهداء، عايزة أعرف الدعوة دي كانت أهميتها إيه بالنسبة لك واستقبلتها إزاي؟ هو أي حد طبعا، كل سنة الشعب المصري بخير وطيب، وسنة سعيدة على مصر وسنة سعيدة على كل المصريين. أول ما جات الدعوة طبعا أي حد توصله دعوة أنه يشارك في يوم العيد مع أبناء الشهداء، ده حاجة نفسيا الواحد، أنا وأنا موجود بين الأطفال وموجود في الاحتفالية والله العظيم مرتاح نفسيا، في راحة نفسية كده. الناس دي ضحت بأرواحها علشان احنا نبقى موجودين وعايشين، وضحوا بأرواحهم عشان احنا نبقى سعداء في يوم العيد زي كده، ضحوا بأرواحهم علشان الناس دي كلها تعيش، ضحوا بأرواحهم لأن ما كناش عارفين احنا رايحين فين، ضحوا بأرواحهم ان احنا كنا قاعدين مش عارفين الصبح هيطلع علينا ولا لأ. فلما تجيلي دعوة زي دي مع أبناء الأبطال دول وأبناء الشهداء دول، لا يمكن أتأخر ولا يمكن إن أنا هم ده ساعتين ثلاثة أربعة هنقعدهم مع الولاد وهنفطر وهنقعد وهنلعب، يعني دي حاجة، ده أبسط حاجة، أبسط ما يكون. وكنت سعيد جدا إن أنا قاعد مع أسرة وطفل اسمه عبد الله وقاعد اهزر معاه طول الحفله وقاعدين نلعب ونشد مع بعض الشيبسي، او عمال ياخد مني البالونه واخد منه الشيبسي وبتاع، وعمالين عملنا صداقه انا وهو جامده جدا وصداقه حلوه جدا بينه وبين عبد الله، وعمال ادور عليه، انا عمال ادور عليه بين الاطفال دلوقتي مش لاقيه. ما اعرفش كنت لسه اسالك شاركت الاطفال في لعبهم ولا لا؟ بس خليني اسالك بقى كمان على انت ما يهم الناس، انت عملت اعمال وطنيه مؤخرا، انت يعني عدت مره اخرى، وانا يعني انا اعرفك منذ زمن، أعرفك شخصيا يعني، لكن عدت مؤخرا وكان ليك أعمال وطنية، أهم الأعمال اللي جاية وأهم الأعمال، استشعرت بإيه يعني سيادة الرئيس النهاردة لما أشاد بدراما وتحدث عن دور الدراما وأهمية دور الدراما؟ كان لفتة مهمة جدا لقيمة الفن والفنانين، رد فعلك إيه؟ هو طبعا القوة الناعمة والدراما وكده بتبقى مهمة جدا، إنها بتوثق تاريخ وبتوثق حاجات جميله في الـ في الـ في الـ في الحياه اللي احنا عايشينها. احنا بنشكرك طبعا. شكرا الفنان جزيلا حكيم. شكرا ليك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب.